شكو بشوف منه صادق ومنه يكذب منو كل شي عندي تمام بس إنك كم سؤال لا تكذب بس انت علي ولا عليك السلام بشوف اشوف شلون اهويك يا قلب كم لون ابصيدك لو كذبت بسوي انا شربكه وعادي عادي اربكه بسوي انا شربكه وعادي عادي اربكه صيدة. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير يا اهلا. رمضان تعوده كل سنه ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله. وين تقضي رمضان؟ رمضان؟ ايه. بالبيت ومطاعم وين يعني؟ وبس. وبس. نتفطر برا ونسحر برا. بس. بس. وماما؟ انا ما عندي ماما. ليش؟ يعني عايش لوحدي. متوفية الوالدة؟ لا موجودة بس مالي دخل بيهم. يعني بروحك عايش. تقريبا. زين شو تتمنى بهالسنه هذه كلك يعني؟ والله اتمنى اكيد تنعاد على العراقيين وجميع الامه العربيه بالصحه والعافيه ويفك الغمه على هالامه العربيه وخاصه فلسطين وعن غزه اهلنا وناسنا يعني نتمنى لهم الصحه والعافيه. متزوج؟ لا. مرتبط؟ لا هم لا. تحب؟ هم لا. شنو عيل؟ انا احب دومني. ايه. واحب الصوت الغنى يعني الغنى والطرب. يعني شغلي عشت هالشيء هذا اي صار لي 13 سنه تقريبا في المجال ما شاء الله أي. ما تتمنى الزواج القريب يعني؟ والله حاليا لا. لا بسبب ظروف يعني مانعتني يعني افضل شغلي على اذا لو تزوج شنو تكون الزوجه مواصفاتها؟ والله اهم شيء عندي الشهاده وتكون هادئة لأن أنا عصبي. أنت عصبي؟ كلش. أنت قصير شلون عصبي؟ باعي حتى قصي إيه. إنزين ما تتمنى شوية طول؟ هسه صداع من قدر أنا أطول منك وينك وين العصبية؟ لا نوب أمي تقول لي اللي طويل يلا أخطبها لك. لا والله. أدري هتلر. أطول منك. إي والله. تقول لي يما نريد نحسن النسل. نريد نحسن النسل؟ إي. نريد نحسن النسل؟ تريد تحسن النسل. إنزين يعني أنت تغني؟ إي. خلنا نسمع. بدون 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 يلا بدون خسرتك يا حبيبي لكن مو بداية هافتني بزمان غدار هافتني بزمان غدار مشيت بلا وصية خسرتك من بدا الغير هيبو قسرار حبي وانا بلا مواعيد تهز الغيرة قلبي أسف قالت لي ليا بعد ما نرد سويا أسف قالت لي ليان بعد ما نرد سويا جنيت خالي من الهموم بس الهم صفالي صفال الله لا يجيب الهم والهم موجود بحياة العراقيين لا ان شاء الله لا ليش كذي تقولون ان شاء الله احنا الحمد لله والشكر يعني فرحانين حبيبي حياك الله الله يحييك شو تقول حق الكويت الكويت اهلنا وناسنا احنا كلش فرحانين طبعا كنت بحفله يعني طبعا انا احب الاغاني الخليجيه هواي اغني خليجي لان اللي اسيطر عليها هو اكثر شيء العراقي والخليجي ابي الكويت مني وفيني لا اكو النشيد الوطني كنت ايام قبل نسيته وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعلة مضيئة كل مبنية يلا مو كلش حاضر وطني الغالي وطن الله الله يا شمس الحياة يا كويت يا كويت يا نبض الحياة سلامتكم شكرا شكرا ما قصر شكرا ألف شكر شاك بالبرنامج والله انتم كلكم انا مش شفتش يا اخي اموت عليك شكيتكم
صيده شكيتكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. تعرفني باسمك؟ ياسر. ياسر متزوج؟ نعم متزوج. كم وحده؟ وحده. وحده. طبعا خليتها على الحب ولا تصير لك؟ والله يصلي بتعمل. تصير لك. عانيت بزواجك؟ لا تكذب علي. لا لا الحمد لله ما عانيت ولا شيء. لا الحمد لله. تمام بيتك تمام. لا لا الحمد لله كل شيء تمام يعني. كل شيء تمام. لا الحمد لله. ايش كثر كذبت عليها؟ يعني اكو كذبات كبيره يعني مو ايش كثر كذبت عليها. لا لا يعني انت جاي تسوي مشاكل ولا شنو تلدي؟ شنو تلدي اعترف؟ لا 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 يا معود لا تودنهم على مرتك تينا. زين شنو اللي مو حلو فيك وشنو الحلو فيك؟ الصدع دائما. اي متسرع اكو يعني سريع بالراي. اي بالمواقف بالراي يعني متسرع. زين سفرة رمضان تفضل بيت ماما لو مع مرتك بالبيت؟ لا احنا الحمد لله احنا مجموعين يعني عائلة. عائلة. اي متلازمة احنا. زين يعني امك ولا هي؟ اكيد الحجيه يعني. الحجيه أي. شنو احلى اكله تسويها الحجيه؟ والله احنا بالنسبه لنا الاكل مالتها كلها طيب بس عندنا اختصاص بالمرقه الشبسي. اي زين والبامي يعني عندك عيال؟ اي الحمد لله. زين لو جت لك وحده وقالت لك انت حلو وجميل وانا ابيك وبقدم لك بحر وباخذك ومرتك ما تدري تسويها؟ اقول لها زين وكاله زين. وصلت لكم تقولين شنو مالته زين؟ وصلت لكم اقول لها غصبونه هلي. زين مكانه زين مكانه زين مكانه زين لوكيشن مالته زين. شو تقول حق اي تي في؟ الله يوفقكم وشرفتونا ونورتونا واهلا وسهلا وانت الحمد لله على الشعبيه عندنا واحنا الكويت ان شاء الله اهل ان شاء الله. واقول لك مبروك فزت معانا بمبلغ من الاي تي في بسيط لكن الله يعودكم الله يعودكم الله يعودكم ويعطيكم الصحه والعافيه واهلا وسهلا شرفتونا. وهذا الاورج اللي حاطه يعني ما لا يموت بصله بالموضوع. صدق؟ هيك. لا والله. لا لا مع انك راعي اورج يعني. شكرا جزيلا. شنو طموحك 2024؟ 2024؟ ايه. 2000 يصير عندي طفل. يا عمري ان شاء الله يصير عندك طفل يا ربي. متزوج يعني؟ ايه. ان شاء الله توك ولا بالزمان؟ يعني بس ما صار لي فتره. لا ان شاء الله يصير صدقني وجهي خير عليك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله امك ولا زوجتك؟ شنو مالي يعني امك اول ولا زوجتك اول؟ اكيد الوالده. الوالده اي طبعا. تحب اكلها؟ سابقا اي بس من كبرت بالعمر اصبحت يعني شويه اعتمد على زوجتي، زوجتي صار اكلها طيب. انقلبت الايه. اي ماخذها على حب. اي والله. اي والله. اشوف بالعراق وايد في حب بين اثنين يعني ما شاء الله. اي هم العراقيين رومانسيين. اي والله. كم مره كذبت بحياتك؟ كم مره كذبت بحياتي؟ ايه. والله ما اتذكر كذبه كبيره لكن الكذبات كانت بيضة حتى تمشي امور معينه. لو قلنا تبي تنسى غلطه بحياتك شنو هي؟ فتت كليه علوم حاسبات وما فتت كليه فنون جميله. وقتها من كان عمره 18. صدق؟ حياك الله. شكرا جزيلا. والساعه المباركه. نورتي والله نورتي. وشو تقول برمضان حق اهل الكويت والعراق؟ والله كل عام هم بخير ان شاء الله رمضان كريم على الجميع. ويا ربي الامن والامان على المنطقه كلها العراق والكويت وال... افضل طبق برمضان في رمضان اي تشريبه دولمه التشريب والكبه بس خفف انت كل الكبه لا لا نازل نازل لا تخاف حياك الله حياك ما تشرفنا بالاسم مهند مهند والنعم فيك شكرا جزيلا هلا هلا حياك الله السلام عليكم نسيت عليكم السلام شو اسمك هادي كل عام وانت بخير وانت بخير وتعود كل سنه امين يا رب علينا وعلى الجميع ان شاء الله متزوج الحمد لله واحده ولا اثنتين لا واحده تكذب عليها لا بصراحه لا ما تكذب خاف منها توني جديد الشهر السابع لا والله مبروك يعني معرس اي نعم انزين وصريح معاها اي اكيد انزين لو قالت لك انا بنفصل ما ابي اكمل شو تقول لها صح انا احبها بس احترم رايها وجهه نظرها وما عندي اي مشكله ما عندي اي مشكله لا زين امك ولا هي؟ لا امي ست الحبايب سلام ايه وايش كثر كذبت على مرتك؟ لا لحد الان ما مكذب مو مكذب؟ لا ولا من قبل؟ ابد ولا بالخطوبه؟ لا ابد زين لو قالوا لك عندنا بنك بنبوقه تروح؟ لا ما تروح؟ لا اكيد لو قالوا لك هذا بيت حرامي وبوق ونبي نبوقه تبوق؟ اكيد لا ما تبوق حتى الحرامي ما تربينا على هذا الشيء يا مشكور اخلاق جدا عاليه زين اخر سؤال لا تكذب لا اكيد ما تكذب كم مره حبيت بحياتك مره واحده
بس اللي خذيتها؟ لا ما صارت. اوه انا تشكك وتشكك. شو تقول برمضان حق اهلك؟ كل عام وانتم بخير ويا ربي سنه سعيده وينعاد عليكم بألف سنه ان شاء الله. وش رايك ببرنامجنا الخفيف الحلو؟ والله جدا ممتع. احسب الاتصالات كذي لايف ولا نرجع للاتصالات؟ الاتصالات ثلاث ارباعها كذي. يلا حياك الله. الله يحفظك ستي. هلا وعيني هلو شكو ماكو يوبا شكو بشوف منه صادق ومنه يكذب منو كل شي عندي تمام بسألك كم سؤال لا تكذب بس انت علي ولا عليك السلام بشوف شلون اهويك يقلب كم لون ابا صيدك لو كذبت بسوي انا شربكه وعادي عادي اربكه بسوي انا شربكه وعادي عادي اربكه هيولا 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 لا تكذب كل شي عندي تمام بسألك كم سؤال لا تكذب بس انت علي ولا عليك السلام هيولا 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 لا تكذب شكيتكم. صيده.